أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق منتخبنا الوطني للسباحة 3 ميداليات ملونة في اليوم الثاني لمسابقة السباحة، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية حتى 27 من الشهر الجاري، رافعا رصيده إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية، ليرتفع العدد الإجمالي للميداليات الملونة لمملكة البحرين في الدورة إلى 17 ميدالية ملونة. حقق فريق الحد لقب بطولة كأس السوبر لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على جاره المحرق بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقان في الوقت الأصلي بهدف لمثله. المحرق تقدم أولا عن طريق اللاعب حمد الدخيل في الدقيقة 71، بينما أدرك علي حرم التعادل في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، وبهذا نجح فريق الحد في دخول نادي الأبطال لكأس السوبر الذي كان يقتصر على فريق النجمة والمحرق الرفاع الشرقي سابقا. الحد بطلا لكأس السوبر، الحد بطلا لكأس السوبر بتسجيل ركلة الترجيحية الأخيرة، واللقب يذهب إلى هذه الجماهير. مبروك للحد اللقب الأول في كأس السوبر، مبروك للحد هذا اللقب، والحد يواصلون إنجازاتهم اللي بدأت منذ الموسم الماضي بقيادة نعم جنرال البطولات، جنرال البطولات هو يقود الحد إلى تحقيق اللقب تلو الآخر، كأس الملك في الموسم الماضي، كأس الاتحاد في الموسم الماضي، وفي بداية الموسم كأس